أعوذ بالله تعالى السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلاة وسلاما يليقان بمقام سيدنا محمد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام ربنا في فلون سمحب أحلون كيزديك نولون إن شاء الله سبحانه وتعالى. بادئا ببدء الشاكرا للشيخ يونس على هذه الدعوة الكريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل في ميزان حسناته إن شاء الله، نسأل الله أن يجعله منارة في هذه المنطقة المباركة. صلى الله عز وجل يجعلنا جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. إيش ما ثقل رس الجمعة رس الخير المباركة يتزبر من دعوة ربي سبحانه وتعالى أدي نغي ورب يقبر الخير إن شاء الله، نغي ورب يقبر الطاعة، أغي يا ربي قبر الدين أذي سيزدي ربي أولا من النار أذي جمع ربي شمل النار أذي زدي ربي ثيك مسيرانا أن دعو ثيك مثني موضان أدني نثي ذي سحلو ربي موضان إن شاء الله يموضان يقلن كخامل تقول أذي إثنشف ربي يموضان كسبي طرد تقول بخير وعلى خير وذي يموث مثني رحمة ربي وين يقلن قدي قدي فرض ربي في اللس وين يقلن قل خير زدير نور بي وين يقلن قل حاجة غسي قضو ربي أغي وفق ربي الخير ومتي خير أغي ثبت ربي غف الدين أغي ختم ربي غف شهادة شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. أي ثمثنا المؤمنين نفهم يكتب ربي سبحانه وغد المسلي سكي غف ثوشولت وإن كان الوقت ضيق لكن أنا عرضت من القضب تمسلي دل قض كان أي غرض المسلي غف ثوشولت خطة ثوشولت قد دين النقد سعى نزل ثوشولت قد شراع النقد سعى القيمة سيلو النوايو دولا سوسيتي ثمر ثوري سعينا غثي وشولين وسعينا غلي فامي وسعينا غلي فوايي وسعينا غيني مقرن إلى ورقس لثم الطوث إلى باباك ثلا يمك ويذ الدريا ويذ العموم ويذ الخول ما هو لاش اشتري خامن النغنى المجتمع لغ ولاش الخير العيبة دي قلن دوري الأوكسيدون فهمنا غد تكشتر من العيبة دي غدي فهمن دا خطر يونس ماري لي قل نعمة يتعيش ذكس بلك ودي تور الخبر بيغفل مين لعب ذيك لاني صروحيت إزراد شو ذي المعنس أنو قزران شو القيمة الصحة حاشا لعب ذيك لان دموضين أنو قزران شو القيمة وسكود نغي زرين حاشا لعب ذيك لان درغال ترغل يتمثل المعنى يكن مفهوم من الأسرة ترغل المندونتين تحارغنت وضغينا للعيبة ذي عاشن كثز ذي وذي عاشن قل خير وذي عاشن قل رحمة تحارغنت نعم هذي كلمة ما إلي بي خاصة في هذا الزمن نكون ربي سبحانه يمسلي يضغف واشتا يبينا ودبلي الحياة من الزوجية نغ الأسرية آية من آيات الله ربي شدينا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صلوا على رسول الله. من آيات الله عز وجل في خلقه أن يخلق ضربي أرجاز يخلق ضربي ثمطوث يفك ضربي أرجاز يتحوج ثمطوث يفك ضربي ثمطوث تحوج أرجاز فانلقتي لي رسم العلاقة نزواج ربي يفك ديث مثلا الشهوة وأرجاز يتميل غير ثمطوث لكن يغويني وأرجاز يسعى الإيمان له يسعى يسعى المهم ذا أرجاز يحوج ثمطوث ثمطوث كذلك يحوج أرجاز لكن ربي يفك يغد القناة الشرعية سواء شاري مياجر ورقص سمطوث سواء شاري مياجر أنا مياجر الزواج الشرعي فقط لا غير أيني لأن الخلاف من الزواج أكو بغير الزواج غورنا كوني قدين النو يحرمي ربي سبحانه وتعالى فتفيدي ميت مثلا أربو ديفكال بندم الشهوة وبعد يحرمي ديكس خاطئ أربي جميع ديك ديفكال ديزير غال حاجة وغي حرمى ربي ديكس وإني مفكير دفريد أزديان وديفكال دفريد يوسخن يفكر ربنا ذريل الزديقن ألا وهو الزواج الشرعي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها السكنوا من السكن أو من السكينة اسمعي سعيو نخام أنا بارتومون
يسكن فيها غادي يزدر، لكن ما وحد سير يعيش الدنيا ثني رصيف غاش يسعى للفيلا غاش يسعى 5 طوال يسعى غا شاطو مي ما وحد سيك تعيش الدنيا ثني مسوس يحوش صمتو ترى سي عمر نخام راس دي سعون الدريه لتسكنوا اليها ومع شيد ربي وجعل بينكم موده ورحمه ربي نسمي غدي مسالي غف السكن والسكينه وغدينا ربي ما تعيش مك الفيلا انا تعيش مك لابارتمون خط سو ني با امبورتون لو بلوز امبورتون هني ترى تعيش مك الموده ورحمه تيلي الموده تيلي المحبه الموده اكثر من المحبه الاوكازيون الشباب لي جون غدي يسمح سي سنتورا انا غدي يسمح سي سنك لي ريزو سوسيو جميع الميولات كتيلين غير ورقه صمتو ديال ان جون نغتقشيش قبل الزواج ونفقرنا على العلماء الموده وانما قناه الاعجاب ذا الاعجاب افكاتي ضرب بنا هكا يزمر وقشيش هذه ولي ثقشيش تستعجب ثقشيش تولي نقشيش هذه يعجب ولاش الحرج يعني قوشتها وين فقرنا العباد العلماء المحبه الموده قناه الاعجاب من ملي تتس الموده الحقيقيه تسد بعد الزواج اسما غيزوج ويرقص مطوط هذا مليل نغف المسؤوليه فين تسد الموده والرحمه لأن الحب بلا مسؤوليه لا معنى له المحبه يكب غير لا ريسبونسابيليتي وسعى المعنى نكون ربي سبحانه في كيغد المحبه غيلي المسؤوليه انه ارغاز لقد ذي خام ودي ذا خدام نادي خير المهم ذي صرف غف وخميس اتيني مع ذي رسل الموده المحبه وتيلي الرحمه غير رسل خاطر مولاش الرحمه وتيلي الخير المحبه وحدها تفنى غير خام المحبه وحدها تسمى ذاك تفنى غف الصوره نغتفنا غف الاحساس مجرد العباد ينام الحاجه ني غزدو غلدولاش زي كي تولي تيد شي حاجه مقرف مجرد ذاتي سعك فاسني ستينا ما زدمين دغيان ديتو مي ربي سبحانه ني غدما ودة ورحمة تمي يرحمو بيه راون غاس بالك ولاش الميول ولاش المحبة يا راون لأنه المحبة مسألة إتا كيزيد ربي سبحانه ماشي الحاجة غي إنت حبي سي فاسن لا أنا غادي كره سي فاسن ربي اختي ديتك مي ربي سبحانه إن دغاس المحبة كي ولا شي تلقيتي لي رحمة إلا قتي لي هما العبد يعني غادي يسعو الخوف ربي سبحانه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يتوصي إن ما يسد يونكم يخطب إذا أتاكم أو شخص طلب من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تك فتنة كبيرة وفساد عريض ما يسد يونكم ينسب غير واش تمقلم تمقلم اش حيك عقل كونتينس لا تمقلم شو الخدميك خدم ما يقراد يتكنر كان خاطئ دينه وخلقه مزور دي الدين مثلا هذا الدين اذا مزوره خطر العبد مريد سينا ربي وري عبيد ربي ويعني ويتقدر ربي سبحانه بغيت هذا يقدر العبد بغيت هذا يخبر الخير العبد خاطئ الاولى كوز ذا الدين يقدر يسعو الدين في سنه خلقه لانه الدين وحدس بغير خلق لا غيزما ذي ظهر كثر يزما ذي ظهر سيس من الدين يزما ذي تعدى ذي حقر ثمتو ذي سيسي من الدين طاس العباد اللي طاغي كيدنا فدينه وخلقه الخلق يعني المعامله غير اسم العباد ما لعب ذاك الترثم السيف العالي مقدور لعب يسعى الخير المهم دينه وخلق وخلق الا تفعل تك فتنه كبيره وفساد عريض ما توهي ما تنسب من العباد الى من دون الدين لا غير من دون نترف كاع المعامله طال يمكن غير يدري من غير الشيء غير لافونير وكذا تك فتنه كبيره وفساد عريض دايرين تعيشنا وماشي دايرين تعيش نعم زوج العباد الى من دل المصلحه الى من دل الفايده الى من دل الفاني الفاني غيث مثلا الى وين غير تياوين يدس ولا شو غير تياوين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتوصي غير مولان ما يوسد يونكني نسب نسبة العبد يسعى للدين ما يسعى الدين فهمتو ذاك ما يحبي تسالنا تيكرم هذا نزيف كل الخير كوينك الزمر موتي حب راه ولي سوري مالار غرس والجامة يظلم غير يعني تقوى ربي سبحانه يسعى الخوف ربي الجامة غادي يظلم لأنه ثم تذكي ظلام أنا ربي سبحانه يناد النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء أي غا لأنكم أخذتهن أخذتموهن بكلمة الله سوى شو يزوجن العباد الميثاق الغليظ الزواج الفتحان الدين يعني سد دينيث مثلا
واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يعني شو شيت من سب النعيم السدين فذلمنا العبد غير كيف كني ليك نغول تمس ذلمنا ربي سبحانه استحضر تخمد الخيرين تزمر وتظلم مرة وتحقر مرة وتعديرة في الناس النبي صلى الله عليه وسلم ودي جيرا شتا النبي يقول تعديرة في لوينيس قلع مرضي وثنبي ثمتوث نعم نن عباد نوان قدين نغض تيرو قزان نغض ذا الكلمة موري وثنبي ثمتوث ماشي ذا رقازي قلع لا كثن كثن الحيوان كثن الدبة ماشي بندمي كثن نعباد يسعان لقدريك سعان الإيمان لذلك كيف مثلا جعل بينكم مودة ورحمة يتوصي كذلك إرقاز نسمى ركرنا الزوجين الخمي خامن خطر إلق لجان الزوجين نصحوا عرمة لنت دي ديفيكولتي الزمان كي يصعب وكذا من أكني بغيري صعب ما تشير أكني صعب يعني من الجزء النغضي مولنا زيك سولاش نعيب الزوجين وسعينا نحسب هذا بزاف كي غاس زوجين غير قسع كان ينقشيش نغسين نغموش ولاش شارتشن يتقوذ مثني الشهر زيك العباد سريا ديتو سكرم د 10 12 يركازن تسلاوين الله يبارك الخير ربي سبحانه تورا كل شيء لا كن يبغوا الى النقص ان كومبارابل وين يسعدني مزوان ولاش ولاش شيخ صافي الديرني فوكيت اخر محاضره غير خم الشيخ ابو عبد السلام يرحمه ربي كيف قايت قال قصر نخمي تكني الجميع يحكوا في الزمان يعاش انت يعاش زمان تورا ماشي داين زمان دا تقارن دوك اني سامن كان لو كد المسلي غفوامان زيك العيبة باش داوينا من العثاب ضم قران هذا الزلان تزلان بالك الى قسنا الهيشة كرمكم الله اين يكثر عبزيسي كلي كيكتب وطنت الشوفاج سنترال من يحمان كل شيء الا الخير الا بغادي ندير الكثر الحساب هذا بزاف الى قرا الصح العبد الى قيسو على المينيموم على الاقل اذا خدام لا خدام يزمري النفقه يزمري ومعيش مش لازم حشمة فنيض الفيلا باش تزوجها مش لازم مصعيد طوموبيل كات كات باش تزوجها الزواج ذا الأولوية رقم واحد لا لعبة ذاك نيكوز وجغارة حشمة طوموبيل حشمة فنيغة خام حشمة سعيرة إيه ملمية غير ملمية ملمية 30 40 50 سنة ملمية ملمية الزوج ذاك هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب او جون اي مزيان من استطاع منكم الماء ونزمر مورالمو يزمر كذلك قلي مايا المينيموم فليتزوج والفاء تفيد السرعه يلقى في غابل وذي زوج اي غار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه اغض للبصر واحصن للفرج العبد راه في الجن باش يتفسك وذي تغفلك حرم ربي وفي جد حصن تنفسي تيزكونك حرم ربي الزواج يتمثل يتأكد الخير يتأكد الهنا يتأكد وحتى النبي صلى الله عليه وسلم وعد العبادري كرنا الزوجا يعني حق على الله عونهم تيل الغفر بالحق اثني عون والعبد كرنا ذي زوج باش ذي حصني ما نسق الحرام والعياذ بالله يقرض عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها ودينها ونسبها فاظفر بذات الدين تربت يدك اي غاز زوج العباد بو بليزيور ريزون العباد زوجني شباحه للعباد زوجن النسبه يلسن فلان وكذا للعباد زوجن اي غاري مثلا يدري من 29 النسبه فلان ساعه يدري من دوغال لبس بيا في صربعه تنكح المراه لدينها بعدين تفضفر بذات الدين تربت يدك تصل العباد فهم من الحديث كي بلي الى قال العباد زوجي لمن الشباحه لا غير من السعايا لا غير من النسبه وإنما ذي بكان الدين 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 كوش هذا الدين في دين الجزوار أكيد ميلا كموني يوفن أنت ديج مع أربعة أحكي الأخير ما تزمر أنت دفذ أربعة صم تطيق لأنت الشبح تصرك إذا نظرت إليها خطر من الحكمة الزواج ومسألة الجمال مسألة نسبية الجمال كينا شبحها مش إلي حاجة قلن ستوناري قل جينيرال الحمد لله مسينا هذا قول أنت الخالة زوج أنت ربي سبحانه يفكد الجمال كليونك في تواليا وذي سوالي ثقيل الشبح وذي سوالي الشبح ربي سبحانه تدي فكان الجمال إلها في سنة المال وين يوفى في سنة النسب تلي ذي لسنة فلان عائلة شريفة وكذا إلها فاظفر بذات الدين لكنك ماذا قلها تلاحظ تخير تفيد التعارض بين هذا وهذا تفتي سعى الدين من بالك في زواليا العبر البسطة وكذا في هنا الله يبارك سعى الشيء وسعى الشباحة سعى الله ذي ليش نفلان من حجن الدين ما كان ولو من حجن الأخلاق ما كان ولو
تينار ثويضة لا أو هني سعن الدين أيضا فاظفر بذات الدين تربت يدك أتمنى عاض ما صوغ طمطثي لمن تشيه نسز كيك تحقار أكي نكي نفقن فلاك نكي صرفن فلاك أربي في كدر قز نتاري صرفن نتاري نفقن نتاري ديوين معيش ماشي طمطوث نعب ذري قال نار 12 غال واحدة يتكل طمطوث يسي خدم الفلاس يسعى شوية بروبلم قرر جولان غيث مثلا حاشا العبد قال لنا مع ظور نغضى موضين نغنو نهترى غيث مثلا من العبد قال لنا كسحين سيز مغذي خمدي والكسب من تنادي عقزة دي قمر يخدم مرة طمطوث يسا ستوي غام عيش ويث مثلا غيس عار رجولة وكيا لأن القوامة بيد الرجل در قزرين اعتفل دي بغام عيش وبلا المزياس نغض زوجد إلى من طمطوث شبح شبح يسا تفنو شبح مشي كيف قيمة قول تمغاثس وقول الشبحارة أتستغذي لمن دي اللي سنفلا لازك بلك تقول إن مشي دوي ذاك تقول إن بلك دي روح الستات يونيس عنك للسوسيتي مما ثغت إلى من الدين إلى من الترفقة إلى من الأخلاق الأخلاق عملة نادرة وصف النارة جمع تمثل موني من الأخلاق تمثل نتارة الدين يريد مثارة أتقيم حاجة ما تقول تمغار ثلاثة تسعة لبرنسيب تسعة الدين فاظفر بذات الدين تربت يدك لذلك أيها المؤمنون عباد الله تسمرد السنسلي غفشتا تكسي لي فونداسيون وخام تسمري كير لعبد الله يزوج وذي يختار وذي يقبل بون شوا سكر دي فنوسي سا خميس هذه سالي لا دالك لي قارن ومن بعد ديك الدنيا تعيش ايوا المشاكل الا قليلين لا العباد نوان ماذا قال يختار تمطوثي من الديني ناس تمطو تختار قص خطر العبد لي ما شاء الله مدين يتزلى وكذا نوان بلي مثلا كشمن غا الجنه كني قانك دو الزواج قفص ذهبي يعني لك شمل القفص الذهب ولا شا كل مشاكل ديال الجنه فهلا فكي وين يقنوا انا كان ثاني غلط ديال ديبار ما ينوى بلي غادي يعيش بخام ولا شوك لي بروبليم داك ثاني غلط غاس هادي يعاود الحساب ديال ديبي حتى تصل العين برد شوكيا تفند بلي ماشي كي ينوى انا كان زير فهمتو ديك ماشي كي تنوي فهمتو زير غير كي ماشي كي تنوي لا المشاكل ديالين بل اكثر من ذلك وندينيا ولا خام النبي صلى الله عليه وسلم يساعد لي بروبليم يساعد المشاكل هي مشاكل تيم قرانين الحق انت ندغي سنتين لا ما تبغوا وانت غرو يعني تلاوين النبي عليه الصلاه والسلام وضرب بيز ديننا يعني بغي ديني المشاكل لكن دونيت لا بد ديلين مستحيل العبد راه يعيش ضويض مخالف نمشي تصوار ربنا نمشي ذكرن نمشي تخميما وتمخالفنا رانا وجمدنا اي مستحيل خدش ذي مالك دي فونت مساهم ضرا وما عاد مساهم تمطوط بلاك كني قال ماشي كيف كيف كل عقليه المشاكل الى قديمين لكن كيف نتغلب على هذه المشاكل وكيف نعالجها وكيف هذه ليت المشاكل تسبب باش نرتقي غد نغنو قل علاقه قويه غنغو هذه لي او بروبليم اكيد ولي السبب باش استوطد العلاقه ما حاولش الى قل عبد الله يسينا ما غير يدوك دونيس وما غير يسينا راه يستمدرش ليك الدين ربي سبحانه السيره النبي عليه الصلاه والسلام مثلا هذه غاليه مثلا هذه الشوب وبالك هذه الشوب داري يروح هذه يروح غا الديفورس ما غير نفران عافانا الله سورتو زمانا كنا عندنا نفران وغال اسهل شيء يكسهل لك قدو نيت دي نفران قصيف زوجا قال خريف النفران والأغلبية يعني ويدي فروني مثلا سي دي نوفو ماري طاف الزوجين كان دي نفران دين سي كيا ان بروبليم كلكو با الا كان زر المشكله غبل سي غدي يوسا خاطر باش الدار مني خامن كان هكا ارغزني اسميك تدو غادي زوج سي تو تام بروجي خدم يجمع دريم من بالك يرضى لدي دريم من بالك يفنى كان كشيو وخام نغ يكرا يسلى يتشور دخام ينس يصرف غف في المغارة فرح لك العباد على فين دي كونت دي ديفورسي الكون ينوى كجو ما بيزوج فمطوث كيف كيف تدو قلا ما نربي غا وخام وكذا لا فين سنسي لو ديفورسي كي ان بروبليم يتمثل ان سيريو بروبليم تعيش وتقرب لزيك ولا شي غبلان زيك لا سايكزيست المشاكل اريما ولا لا غير جودنا مشو كان زيك يا مينيموم من الاخلاق ذي القيم ذي المعامله تشجنت العباد ترى نظر في سنه لانت المؤسسات المجتمع اقلنت صدين اقلنت اون كادرين الامور هكا فكر ان اكزومبل اقلن زيك تجمع تناخ تجمعيت كثر درت يعني القوان نردي تفون كثر درت سيني تفون ويتدري ولا يخدم كان لك القرار انا ديخم الحاجه بغير ما يكونسلتي تدار في الان الى العقل كتدار في العباد عرضيا العباد تصليحا العباد جمعا اقبلك وضع الله جستيس
لا للعباد الديغاني منسن دونك اللي تقولوا علاش اشتا حبينا ولا كرهنا لا من بعض المؤمنين اكتزها الله يبارك حتى كان قال وقت انتزل باش تصلح ديال العباد مي قليل 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 لدرجه يعني كبيره جدا ولاش تفضل عقلك الزمان اسما تحفظ تزوج دازلنا كل حضره افرحنا كل الشهود هذا الشهد نقل فتح عينك وافرح مي اسما تصعد البروبليم وتفضل ركزيك تفضل ركز تصند غوص تفضل العبد غير كينصح النصيحه لوجه الله او اذ كان وين غير كاينين ها لو كان دنا كي لاقى غير غاس نغتم طفت الشور يا حبيبي نسى ستينو كان دنا كي لاقى تقرف دا فيرويس خمس الخلع الدنيا توسعات قليل دار تفضل العيب دار كينصحني وذ ما ربي كاين نصبر تجي الدنيا تيلي الخيله فاكيا العيوب كي صاي اكزيست ولا شوين يكمل مدنا كسعى النقص فنكوني غير مثلا الى قالني السين بكره انا ما عمل ذا المشاكل أذكر بعض الأمور اللي تكن مشاكل على الحياة الزوجية ودنا في بعض الحلول إن شاء الله سبحانه وتعالى من مدمرات الحياة الزوجية كتقى العلماء لن تكر الأمور ما لن تكي خامن يخامن كثيرا الدرمن غير ما كان له ترزق وقريش أخامن ذي درم أولا تسلط الزوج واسترجال الزوجة لن يرجزن دي حقارا سيدنين يعني عينني لن يرجزن دي حقارا ثم طوفة يحسب ليش كلا بغوص ليش كلا تخدمت التفضيح قريت بلك مولاني سموثن تقو جلت بلك مولاني سو زمير نرى بلك انت تتقوى ذا ذي والله ما غير مولاني سو ذا النغن تسكو فريكا مسكين وتساوي فحقرنا الخلاث نسان نعم لن يركز سعدنا الباطل كثلاوي نسان لنت كذلك غيث مثل اشتكو غير الهرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم جميع الطمطوث النبي صلى الله عليه وسلم جميع حقر طمطوث بل الوصية الأخيرة للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت استوصوا بالنساء خيرا الله أكبر أذرم بلي الدين شو الله فالريك في كيث مطوف قبل ذي مثل بهم الوصية ثنقروا في ديجا يوصغ في ثلوين يوصغ في الخلف ونس ما غدنا مثلين ينشتا مشير اللي في مينيز مقلا ندفع غف الخلف لا أدنيني كان لحقيت مثلا خطر ثمطوث على فين دي كونت من هوتس ثمطوث دي ماشي ثمطوث ثمطوثيش ثمطوث دولت ماشي ثمطوث دي ليك نكوني لوكسيدون يبغى غادي يسلحق اللي دي كونكوا ارجز ذا عذا وانت مطوث ناخذ لا كونكورونس يقتلي غير اسان حتى في الحقيقه انا غايت مثلا ارجز يتكمل ثمطوث ثمطوث تكمل ارجز ارجز يحوج ثمطوث ثمطوث تحوج ارجز انا ضربي وليس الذكر كالانثى وزميره ديري ورقص صمتوث صمتوث زميره تيلي نرقاز فرقز ولا قرا دي حقر صمتوث يقول سلام انا ربي يقول سوا ولن الدين يقول سلم ميثاق الغليظ سي مولاني سي الشهود ماشي السلعه غي ديور كتحانوت وشاكي غي لاقي يقول الحل العبد صمتوث كتقدر ما يحبي تيكرم ما يكرهيت وتظلم راه مستعجب راه تيريني مولانيس ان ضرب فامساكم بمعروف او تسريح باحسان أجمع فهمت هذا كي تعجبك كان سعيش ذيذس يعيش يس لقدر ذا الخير ذا وين تزمر ذا النفاقة مستحب ضرا مستبغي ضرا فتسريحهم بإحسان هذا روية سيكا ما السين العالية خاطي والله ما بغي غس حاشا ما سرغاس الحياتيس حاشا ما سرغاس لما راك نقام السحارة واش تعيش مثلا هي الدنيا فانية قليك الساكن تجهد تقويض تجبرت خدمة رأيك أزكا كتفل أهلك أزكى كتف مغار أزكى كتف الضعف أصلنا لو كان أخذ مغ الصلاح أرضي الله رب الخير إن شاء الله ونكمل بعد الأذان بإذن الله عز وجل
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إيش مثلا المؤمنين تمسلي يدغف بعض الأمور إقلان سدرام انتخاما بغير ما يقود العبد الخضار تمزورة الند تسلط الزوج واسترجال الزوجة تسلط الزوج للحقارة ما يرقز يحقر طمطوطيس ناغل سونس كونترير تفطمطوط بغير تقول درقز اشتكري لها هذا غنيت مثلا صمتوث سقيم كان صمتوث صراح ماينس سلحنا ينس صرف جاينس ولقرا صمتوث تقول درجاز اشتكري لها هذا غنيت مثلا درجاز قم تقيس صمتوث قم تقيس الاصل يا راس التكامل والتعاون ماشي التضاد والتنافر في سنه مثلا التملص من المسؤوليه اذا ما يدي لي ورجاز يحمل صمتوثيس صمتوث تحمل ارجازيس تو فابيان لكن تصفى خمنا ذي درم زعما يغا لأنه ولاش تحمل المسؤولية لأن العباد نوان زواجك تما غير كان وكذا ذا الكورتاج وتيهم وخلاص ويعني ما بلش تيون ريسبونسابيليتي أنه الرجال إلا قد يتحمل المسؤولية أول مسؤولية أنه إلا قد ينفق غفو خميس الرجال قوامون على النساء سوى شو بما أنفقوا النفق كيف الواجب غفو الرجال لأن العباد نوان ذا الخير يخدم أنا أم عيش انت مطوثك الدريك بلا مزيتك بلا مزيتك معيش ضرب سبحانه نعم لكن دلواج فلك تسعى سواء يتزمرض سواء ينيك يقدر ربي سواء يتوفيض فمعيش دلواجب تي سنة ثلاث مثلا الواجب ورقاز ماشي كان دمعيش إد الذرية نغت سعودك لقد تبدل غوصن غال قريان سن غال ترقان سن غال تظليتن سن غال دينن سن ماشي كان سعود الدريك تقريتين دغو بريد ثلال المسؤولية كذلك ثم تتسعى على الريسبونسابيليتينس تحرز خميس تحرز ارجازيس تحرز الدرياس لان تلخل تزمير داري المسؤولية تفو الزمير راه تتحمل المسؤولية فتفو تسبب شي خامن درمن وديني غير المسؤولية تربية الأبناء مسؤولية مشتركة انصومبل ذو الصح ثم توث اوتوماتيكمون في الأصل أنه ننساتيك سعان يعني الوقت بزاف الدريينس بحكم ذاك الخميس صغيمة فثمتو تسعى مسؤولية أكبر لكن أقلع قزمان عندما رجز يخدم ثمتو تخدم يعني الأغلبية للغشي كنت نقارب لنخدم من ثمتو ذو الحرام لا
أخدم تمتوث يجوز بضوابط يقضي له خدم لي لها هذه انت كونديسيون لها انت تلي قسطرينس قلحرمينس وأكبر شيء أنه تفريط على الخميس خطر ما كواسا سيار تمتوث دص حق لك زماني صعب الكرا غلاي المعيش غلاي القرية الدرية غلاية أرقز اللي خدم سلجيها تمتوث سلجيها ويا ربنا الصومن دص حق لك انت عيشي تاكل ميلا كينيث مثلا أغري دير لو كان نخمم الصواب نخمم سي العقل نكون قلق في الدرية كاين ساعة فنيد نتزل غا في القرية نسند ومعيش نسان ويتزل أنا أكيد الحاجة هي لهذا الواجب مي سواز كان غادي مغار الدرية كاين ختي الفايدة أنك تنقرا تزكى أنو الدرية كاين مصلحا ما تبعنا بغيت نتمسني بغيتنا الدين بغيتنا الخير وماذا قال فعلاك الدرية كي ديفيين وغارين وكسبن وخدمن وتبعنا بغيت لا دروك دياري بغذن وكذا اش غادي ندير صوح لكل شيء كل شيء روحك راس الملك كي يروح بغي غادي نير الخدمه كنت مطوط ماذا قلنا اتوفق غير خميس الخدمه ينس وصرحوا يا رد درياس وتستهزير الخميس الها ماذا قلنا غادي نير تمطوط تشغل الخدمه وتهمل الخميس وتعليم الدرياس ما تشانا وتشينا مغرانا وغرينا ما سعى الاخلاق العين وسعينا أش كتزل على جل 10 دور درنا بالك 3 مليون 4 مليون مين غزك تفون دريك ديفين يتفون راش كل جهه ديك الشين الجهه عندها فرض مالك الضف دي مالك تو تو بيردو تخسر كل شيء اصل يا لو كان يرد ربي زمان غير الفير اللي شي يقول لك الخدمه كون قيم خامي وحرز الدريه وكذا فسان فو با دير يعني الدينير بلي صم تضيع خدمه اوتوماتيكمون الدريه خاطر نتلاوي ما شاء الله خدمت حرزت الدريه سنت ديال 5 سنت لان الخالد وخدم انت راه ما بصح الدريه سن فغند عوجان ان كان الهدايه ضرب بي غادي يهدون ما يكون الا قنسبب سورتو كزمانه كاين غيس مثلا اتغفل داك كورن الدرياك ما تشك ثنا كورن مثلا كي ضنا بينا لا ثنا كورن ثنا وين غيري بغدان اتغفل اللحظه تفضي مي كي تبع على الدروغ تبع يغي بغدان ودي تبع برين دوله شوز ما غادي تضرب ميم بايج مثلا هي وغلق زماني وعار فارجاز الوجه كل شيء ينتبه لابنائه واولا اثني ربي غا في الدين غا في القران اثني ديري غا الجامعه بغرانا ولا ربي اثني ربي اثني سيرس كلونتوراج العاليه فهيد الواجبات مثلا ماشي غا ما تغفل الدريه كوين اكثر مع ذلك تسلم مضيماني كانسان ديالو كان ويدي غا زمان غا في فهيد مثلا تربيه الابناء تربيه المشتركه اي غا نغد سيد السبان باش دار مني خامل لانه تسلط من المسؤوليه اسدر مخام ماذا ركز كي قدم من كل شيء تنطط الدمار الهم ça marche pas ما تمطط كان يقدم من دغنا ركزور توقع اش يديك المهم زنداوي غنعيش ني هذا الشهريه اصرف لا سنه خدمه انت تبغي انك تربك خضير تمطط ديك تربي انا انت تربي وخامي ضغان وري تبع الدريه انا وثني قبل انا ريزن في لسن نركز فالمسؤوليه يا ركز تمطط وربي ناد يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره سمنعت ديما نون سمنعت اسوخا من ون كسمس جهنم والعياذ بالله فهذا الواجب نكون الدغيا كي اكني قناس نخم دو بون كونديسيون انسبب والله ربي غادي يهدون مي كنتي ما تغفلض وك توقع القرايه نسن وك توقع الدين نسن ما تصرج يدوم بعد ذلك الصلاح كيف ذلك وربي غادي يحسب غا في الجهد وغادي تحسب ربي غا في النتيجه ربي كيحسب يوم القيامه ما تخضب لوجبي وكيت حسب ربي ما قال صلح الدريانا وصلحنا خاطر الزمر داك الشيء تخمض كل موان باش هذا ونعن مي لا فاك تفان عوجن ولاد الانبياء سعى الدريان سن عوجن سيدنا نوح عليه السلام سيدنا لوط عليه السلام ذو الانبياء دريان سن فغند عوجن كفرانس ربي كاع فمثلا مي كوني غنقدم السبه غنسبب وتيلي تحمل المسؤوليه تحمل مشترك تدخل طرف ثالث بلا ضوابط شرعيه اي مثلا إذا ما ورقزي دي مخالف تمطوثي سبا هذا مزقاد النظرة ويفقع تمطوث تفقع المهمة اللي السبا من السفقع معنيش مدنا كسم سقع وليش وانا ري غلطان مدنا كسم غلطان معنيش صاري لكن إياك ثم إياك ثم إياك أذكر هذا العرض من طرف ويستلفة غيراوة ما ثيرتد كان أثنى كما سينا واحد كما سينا لدي مارش إذن ستدون غارين فرين والعياذ بالله خاطر سيرتو كزمانه كاين قليله كي درنا في تزويره راه تفضل كاز اريف دوني في وضم ربي لكن صح نصيحه لله نغتمطو تصف تمطو ثلاث سنين صحني وضم ربي قليل حاشي وين غير يفسد
رب اسمي غادي نسلك القران ان تقول اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس ما عادش يدينا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس يعني الشياطين يتوسوس لك في السفسه ديال القاعه زعما الذي لند الجنون زعما الذي لند العباد واش وطن العباد اي سون بلو دونجيرو كش وطن الجن الشيطان الجن اش راه كيخدم إني كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذي رح ورس عرق وشريخ مك إن كيد الشيطان كان ضعيفا عدنا ربي من كان شياطين الإنس وعرنيت مثلا لأن العباس درم نخاما سنميمة سير الهضور سير النصيحة بغير دينير أرقست من الطوطيس أنا مخالف صاري فقيت دنيت ولذ النبي صلى الله عليه وسلم مخالف تلاوينيس لكن ما تقرب طرف وستلاثة يرون يعلم بلي حاشا الفساد غير الا اسما غتلحق تسدو غارين غران تسدو ذين ولا شك انتيران دون طون قيمم 100 درهم ثم نص ولاش يعني ولاش المفاهمه دينا ربي غيناد يناد فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها يناد ربي ماذا قال تلحق مغار تسدو ما تنفرق يرفد حكم وزاش يدينا ربي حكم من اهله وحكم من اهلها ماشي دابا راني غير تقرض وي ديون قال فاميليا سنت ديون الفاميليا كتشي وين كيقرضن باسكو كيفود الخير ماشي ويد كان ايا كان السي غادي سيارة وانا زكا تقسيط الناس فوق القهاوي مدنا كسلان لا حول ولا قوة الا بالله لا العباد تروحون الصلح ديال العباد باش داوين الخير داوين الاجر تا وين الوزر والعياذ بالله لانه حفظنا راه امانة البيوت واسرار البيوت نشرا والعياذ بالله الغاشي للغاشي وين عار واش ده فايت مثلا طرف ثالث ما يكشم ديال ورقه سمطوط قد يبي ضوابط يعني غير السنه ما كاين صلاح يفوت دسنا الخير من يسنا الخير تا كيما فرق الحل يعني الاصل سيكو لي بروبليم زعما غير ناكل فرنس واش غايت مثلا هذه قمه غرطنا غيوث الصواب شرع ربي قال قاعه يركز هذا الشيء الخدمه طنط هذا الشيء الخدمه تي لي ضحك الى غنوا الى قرات صعود تغنانت لا العباد وجا ما يستعرف هذا الكيكس على الحق يلو كا ويسندش على غيمه هاي غا تكبر الله في ربي سبحانه تكبر الله في العق ظلم كان ظلم استعرف إلا قال عند ذي تكبر غيث مثلا تمطو الدهن تغلط إني تغلط بس عارف غنانت العناد ياري ورقس مطوطيت إدي تسوي الخير العناد جم يتوي ذا الخير إدي تسوي الخير لعذا غي استعرفا وين ضرب القاعدة الشرعية إن تلقي وليس ولا تنسوا الفضل بينكم تيت من ديما تدي سرس لعب قريس تمطوطا كساكي تغلط ميما الى الخير تسعى يزوير الخير يس والسيار الخير يس لان كمي غثم تطيرك زكا ثاني غلطي خم كذا وكذا مي سعى الخير لا ويسعى ولا تنسوا الفضل بينكم وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة جميع العبد لقد ذكر غثم تطيس على جل عيب من العيوب إليك ماذا قلت عيون العيب تسعى الخير نظم كذلك ركازيز ما يسعى الديفون يسعى الخير فالعبد لقد يحس بيت مثلا مولاش الكمال الكمال لله الدنيا ضد الناقصه الدنيا تخص جامع تفضل حاجه كنت بغيتها 100% ومن اكبر القواعد كتعاونني رخاما باش تكمل نهار الزاد وغلينا راه قرنا فن التغافل زعما شي مع التغافل اترضي ما يكون ولا ضغى اترضي ما يكون تقول غير الخضر اترضي ما يكون النيه ولا شك انت كش تعلم كل شيء وتوالد مي دي فوا تسمح وتشجد لحقك وترضي مالك تغفلو جوست باش تكار ديال اخامني والله هي مثل الاغلبيه ديال العيبه ديك النبغ انا ندم ندم نعم اسيا لو كان حزب يا لو كان سمح صغ الشيخ ميدينا اخذ الشيطان مي خطير نكون العباد نيط حاشا وانا يزرع الفتنه حاشا وانا شي نفرو ياس تفض 100 يرقز الخيرس اسيني وداني افرو ياس تنطوطا كدعيو 100 انت الخالتي قال انا لا غيت مثلا وعاد الى خمس ما يلي فينا غير الكمال تخمم لا ترنوض لي زيطاج لا تحفظ تعوض تصدر من نصب نوضه زيرو هلا اول موا او موا او ما غير من الدريه اي ما غاس اخويا وتمشى ما غير الخيله في الدريه شو الذنب نسن شو الذنب نسن يعني قشيشة ديكرني يعني الطوفان يتسكدو دغار الدنيا قد يعيش بخام ذي لي باباس اتي لي يماس وذي لي غرس الاقدر اتي لي غرس المحبه أذي لي وولا زيدان أذرنا القرآن أذتربنا في الدين وهذا الأصل اللي قلنا أذي لي الدفء ذك خاما أتي لا رحمة شو الذن بين سنوتي أن التغس مريني ورقز يمسي طارت من طوثيس أرقز بشيري ولي الدرياس إلى قس
لا جوستيس الا قاس ويسي جوستيس ولا قاس هذه خلص باش يروح الويكاند ديال والد درياس ودينا غير مثلا يوض مع ربي ما يقدر ربي غير كاز يمسي باغي تمطو في ناس ولا قرد لي ديريف الا قد فاشي طوح راه ما تقوليش ثم خلف المجمع ربي نتا يمساكم بمعروف وتسريح باحسان اخويا مسهم كل يوم بريد اسمي غير الزكارا تمطو تتاوي الدريه وتذكر كاز والله ما ولا فل لا لعيبة مثلا تعذيب من قدوني ثقيل نعم لا لعيبة حكونا قد الهموم يسعان ذي دوران تاف مسكين شحال من سنة تيتحبر يتزوج يسعى الدري وكذا لحق الخيلة في مسيباري ثم توصل تذكر الدري يسود نيت ولا والله ما يولا ثم هيا ذا شو الفايدة السعير أخي ويذ بابا السن أغا مشي بابا السن أغا سديري أغا سود مسهام ضغي اسمي بابا السن كذلك كيف كيف شحال لعيبة لك قوين دري السن حرمان تيمثين أذوانين تدريان سن أي غار فلا عبد القيس عيش طاح الخير تقول لسا كيف الدنيا الثانية هاي مثلا الساق الأرض غزكا ولا شام يا سعد كيف على الخير أخذ مي ربي سبحانه وترى جريك حد أكي شكرنا غيك ديني أعطيك صحا أخذ مي ربي إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الحديث طويل هاي مثلا حديث شيق الوقت ضيق يا شيخ ينس نعم تي بعض الكلمات غادي نغ دينا بلي وين يوفان يعني خام لكن غادي فنون غا في الطعام خاطر غير نجمع وهو ربي نجمع ربي سبحانه وفي تفرق راه الشيطان شيطان الجنه شيطان الانس اي نيك فلان غا في الدين غا في الخير تسوى دار في الناس المشاكل لي بروبليم الدنيا اذيلين لابد اذيلين مي لكن قد تغلب في الناس ولا قرنتوا الخير لبعضنا ولا قنخدمي وضمع ربي لان الدنيا ثانيه ساق الارض ازكى ولا شر الفايده كثر بانت يوم القيامه ربي شي دينا سبحانه بالقران ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون يوم القيامه ربي غوندي ساول المؤمنين الصالحين هذيك شي من الجنه ثم سنيد الواش والانسان في ذي النعمه ثم قران طيب ذي النعمه ثم قران اكني تعاش ما كان فزد الطاعه ذي الخير قد الدنيا اتعيش من الجنه يوم القيامه عند الله سبحانه وتعالى اغيب الله ربي الجنان ان شاء الله واغيب ثبت ربي غف الدين غادي يصدق ربي مولانا ان شاء الله أغيا ربي قبرنا الخير أغيا ربي قبرنا الطاعة أغيا ربي قبرنا الدين هذه سازق رب ولونا لنا هذه جمع ربي شمل لنا هذه سدى ربي تاك مسيرا لنا هذه شفو ربي موضان إن شاء الله هذه رحمة ربي ويدي موثن أغيا جعل ربي الخير نقطوك شهر النجو أولاً غير فاسنا ربي القلة وغديه قي ربي قبل خاص هذه سرس ربي رحمة ذك ولون هذه سرس ربي رحمة ذك خمن هذه هذو ربي وريه ذي إن شاء الله أي ثمثل ساعة ثمثل نار غزة فلسطين ده ثمثل الدين اثمثنا غي جماعة لا إله إلا محمد رسول الله النذ وفي نغذ شرتشن تمثني اللاز نعم تمثني اللاز خاصة في شمال غزة دعو مسنس الخارج مثلا أقل شيء ينزمر الخدم طيب مذما ولا شو كنت ساعة شط حقرة من الإيمان لقرة من ترقزة يلق في كل صلاة وفي كل مجلس ثين تسمك تيس الدعاء طيب ولا شو كنت شيء نخدم اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم داوي جرحاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم صوب رأيهم اللهم سدد رميهم هذه صوب ربي رأي سن هذه سدد ربي رمي المجاهدين إذا ربي الجرحان سن إذا رحمة ربي المتن سن أثني تقبل ربي من الشهداء أثني انصر ربي على اليهود الغاصبين يا رب العالم أثمثنا في كل مكان خاصة في غزة وخاصة في السودان شحال تمغيم سلمان لعيبة تمثنا يثمثن غلي لك غميزان أثني رحمة ربي سرحمة الواسعة إن شاء الله دي سرس ربي الخير اللي ما يكير ونبغى الخير اللي ما يكفي وفق ربهم ونبغى الشر اللي هما يكن اثيديا دور بي وثيب ربي سبحانه وتعالى اذي نصر ربي الدين يستغيث بالتربي غف الدين اي اختم ربي غف شهادة شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما ويا سعادة المستغفرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لهذا الموضوع من الموضوعات الحساسة التي يستدعيها العصر اليوم. لماذا؟ لأن كاين حرب راها قائمة على الأسرة. هذه حرب بداية نبدأها بين منين؟ وخاصة مع هذه مواقع التواصل الاجتماعي هذه التي يعني تشهد ثلث حوالي ثلث قضايا الطلاق
أو أكثر الشيخ بسبب هذه المواقع. لذلك فتركيز على قضية الأسرة، تركيز على قضية الأسرة هو يعني من واجبات عصرنا اليوم، خصوصا ما تشهده من هذه الحرب الضاروسة علينا. لذلك الشيخ بارك الله فيه، الله يجزيه خير، نفتح الآن المجال لسؤالين فقط، لأن الوقت داهم، لسؤالين فقط. وأنا يا شيخ أطرح بدوري السؤال الأول، السؤال الثاني خليه للسادة الحضور. في قضية تكوين الأسر الشيخ، نجد كثير يعني بعد ما يفسد له كما نقول احنا الزواج هو قدر رب العالمين، هو قضاء وقدر، انه لا يتجرع على ان يمضي تجربه اخرى. يعني خاصه بعض الطلاب يقول لك انا صايم، كما مثلا يقول لك اللي خاف من هذا، هو اللي خاف من حنش، يعني كي يشوف الكرده يظنها حنش. يعني توجيهه الشيخ بارك الله فيك. السؤال الثاني، يعني ما الذي سؤال الأولاني أطرحه هنا، سؤال ثاني لماذا؟ لأنه هذا التفاعل هو الذي يصنع هذا الوعي. من إنسان الحاشان أن العلم ليست كلمات تتلى فتروى، ليس هكذا. يعني من لديه سؤال أن يعني يغتنم فرصة تواجد الشيخ هنا. هيا بسم الله، خلاص الشيخ أنت أجب على سؤال المصدر. خلال سقسيانا سقسين خلالنا سقسيانا الله يبارك فيك شيخ يونس على هذه الملاحظة القيمة والملاحظة، يعني قلنا جوزاليس. نعم هي مقادير الله، أكيد أن العبد يفوق هذه السبب، كل مطلوب منا نسبب نخم الأسباب، لكن النتيجة ربي سبحانه هي ربي تقدير الأمور، نكون نقول الخبر. قال ربي سبحانه قل لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كان علم هذا الشيء يكتب ربي لاستكثرت من الخير، البروفيت غير الخدمة، وما مسني السوء جامي غير يضرب كرا بسك على الموضة جيدي الدو على الموضة بلي يغلو كذا كذا يضرب أنا ذيذ الغيبة ربي نكوني غير سبب نحسن الاختيار. نعم تنبنو غف الطاعة غف الدين نعم، لكن على فندي كونت طلاق أبغض الإيمان وأبغض الحلال عفوا، لكنه مخرج من المخارج دي فالطلاق إذا الحل من الحلول، لكن سوف با دير العبد ماذا قلنا يزوج يشوف قرار بغير الاختيار الحسن بلك تبين ازمه كي نقنوا كان هذا يغل الزواج كي تولي اذا بركان نغ سورتو سورتو الدقس لي جون تولي لي زيكسبيريونس لعيب النظام صافي نتوري زويجه يتولي وايض سينيا الكو الزوج تقول لك هنا والله ما زوجت يعني لي تولي لعيب سورتو زعما لكن انا كوني ولا لعيب يئسن الغاشيه سينما الزوجة تقول تكشم لقل وقت أقلين كثير سيئة أقلين دهب بلا كتكشم في 12 دقيقة في الوحدة نصر عادي ما الزوجة تكشم لقل وقت ما الزوجة ما غسوا حدين دوكا لي ما الزوجة ويدي فكي صوى من العبادة سيسمي اسم ثمتوريس غريبير طوار أويد أويد يعني أويد أكيد لا قد يوي بنا الميتوري طوانكي زمر لاب ودا ديوي ناس ما غتسوالي التجارب للناس أنا بادير كونترال للعبادة المؤمنين ما شاء الله تعيشنا الجنة تعيش السعادة ديك خمس سنين قال هنا ما شاء الله سيرتو سيرتو كي دينا الشيخ في زمن وسائل التواصل الاجتماعي السيد درس الجامعة خذ مخغف واشتكي خاصة 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 يعني من قرن كوني المؤثرون نغ لي زانفلونسور يعني مالوريزمون قلق زمان ندا يعني العباد التافهين دوثني غيدي تسمى لني العباد مكارا عيشا سيكن كوكو سعيغا غا الدين وسعيغا غا الجدود وسعيغا غا مولان وسعيغا غا تقبيلي وسعيغا لي فالا ذموق الغيون التيك توك يدي السملان ما كان عايشه لا حول ولا قوه الا بالله. الا فان دي كونت البروبليم نكوني ذا بروبليم نكوني ثني داعم نكوني ثني سفاريج نكوني ثني تكبيس نكوني ثني سالاين مثلا تستان فوريا ري سويك راه والله ما يسوى بصله إن تيد النبي صلى الله عليه وسلم ديون زمان عند ديس زمان كي عند لعب ديك الساعه لا مال سنين ديال الخاين لعب ديال الخاين سنين ديال الامين لعب ديس عن تيز سنين شي دير لعب ديس كي دير سنين ساعة تيزت ويتكلم فيهم الرويبضة قالوا من الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في امور العامه لعب ديك السوينه راه بالصلاه ادي اسم للعباد ما كان عايشين لا حول ولا قوه الا بالله شتي قلك ما شاء الله تصنف الدين تصنف خم ربي تصعيد الايمان بالك وتاثر ضرها من واش ولا كي ديتكرنا كتاثرنا مثلا
تسمى غتولينا جون من 18 سنه ناخذ 22 سنه كل يوم لي فواياج ساكيك دبي ساكيك سنغافور وايد المالديف وايد الامريكان منين يجيوك الدراهم منين منين طوموبيل اخر عيطه ايفون 15 برو ماكس 16 ناويس اند شو سانيسا ان جون دو 22 ans يخدم اش ان كوني سني تيزي في العفيس على الشيء صافي بس ساعة جدي ساعة بالك ساعة لوزي بالك جويندل ورث ناخذ لعب في غران يتفهم بون بوست يخدم مثلا على ما هكيك الخليج هنا يخدم في الصحراء كذا يسبيرمي سيرتان شوز من عامة الناس وروينا غير شاكورهم العباد العامة الناس تعيشوا الحياة البسيطة انا كي مزين فاندوز ونقلع مرتي يخدم يسعى كون شركية منين يجيو دراهم لا تستغربوا مثلا بلي لانت العباد لان العباد لانت جهات معينة داخلنا خارج الوطن يمولون هؤلاء التافهين تمويل انت باش كانت تفسدن اخلاقنا خاطر عرض من كرس نور فينا مسمد كريين دي زانفليونسور ديال القدوات تاثر لغا في العباد لغا شي طمع على بوديت مثلا ان جونيريس ولينيون 22 زيخ ما كنش لا كاين اللي مازال يتقرض وحط غرض وحط ساعه ديال الباك واحد ماشي كان كيبغي يضا ديغا ام كيبغي يضا يخدم ما كاين كثر الخدمه ومن بعد واش راح ندير يعني الصغ 3 4 ملياتين يقشرهم وفرقوها ميوي هنا كذا يسعى كونت تيك توك يسعى كذا يسبرمي هنا غير ما نجي هذا كون خدعه هادي ياس الزمان هادي نكشف كل شيء هادي ياس الوقت هادي فين كل شيء مي لوسك صرا طرطا اتصل عين بدري وين قال جرانسن كان كون هنا كنفهم القدوه نغض النبي صلى الله عليه وسلم القدوه نغض العباد الصالحين العباد المؤمنين عن ذوي كيف كنت مسلم عن ذوي كيف كيف قدين وكرت عين ضو لا حسد الا في اثنان او في ثلاث نلعب ديك الساعه يفكر ربي شي تصدق نلعب ديك فكر ربي ثم مسلم من فعيس وما هذه الامور التافهه هي كي ولد 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 الحيوان يستمع شي ثمن الحيوان يستغرب ويستغير يسد الماء الحرام زمر نسكم الدم مياوي دركز وين غادي وين العثابيس سيدي سدي وشي شاهد مسلي سان فو با دير لعب ليه نوري نجي حريك شوف نجي حضر انا شي الغف ربي زواج ورسخ العاره زواج ماشي ماشي الله فان دي موندو كونتراي تقدر بشي صرحمه للسكينه على الاقل على الاقل هما تسعوا في الدريا هذا النفع عن الامه ياك بالك تسعوا في الدريا غير ينصر من الدين غير يبنوا انت مور تاريخ من الخير شتي غزك غتمثل غتطلع الشهر غرزك عينك اي دت الحق انت الحسنات غرزك خاطرك شما تموتل تفك الخدمه عينك غاس بروفيتي ثورة ثورة غاسا قساعة كي بروفيتي خدم الخير بروفيتي طلب سمح لي عباد الظلمة لانه غزك غتمثل تكفل خدمك اذا مات ابن ادم انقطع عمله لكن استثنى النبي عليه الصلاه والسلام في قور الخير دي تاوين توا بغا رزكا ان ديك سن ولد صالح يدعو له مولا شكو زوج صعود الدريا اخر من الخير اسقار العباد الله يرحم ربي الوالدين الله يرحم ربي تعبدك دي جان شتي غزكاينك الحسنات تلحق غادي ولا ربي الخير ان شاء الله خلاص يا شيخ الا كان سؤال كون ولا السؤال نوخا ميسي لا كريستيانو مولاش شكون يكتب غير يكون ما شاء الله الله يبارك اللي انا يسعى السؤال اللي درنا سقسينا غاديني اضافه مش لازم سؤال زعما يونا ذكر دير نو زياده بالك دير نو الحكمه تنسينا راه بالك السفيد ديال السفيد وثمثلنا ايه كلش ماشي كلش غلط سبحان الله غير حدا غادي يدير لنا كذا كشي ما هذا حكي حكي نوالك شي ما شاء الله اشطر ولا ديرت خلاص اش صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين